بيتبرك عليك يسحبها بيبيع. هذا لا الجول ديال الجزائر هذاك الصبيبر دلا شده ديال الدجاج يشد دجاجه واحد المدرب مارادونا في السبيترو الكومبليات والماكد وهذاك المدرب ديال الجزائر داير بحال داير بحال معبوله بوطه ديال بيتاكاز محطوطه لا فورما ديال المدرب فورما ديال كويري شتو هاك والفورما ديال الجزائر بحال الجزيره اللعابه كلهم عابر من الفوق وخاوي من التحت هذاك بن الحاج كيلعب اريير كلهم فورما ديالهم بحال الجزيره كيديروا البوا شي داك لابون سونتر ديال داير بحال السفيفير تاع الجزائر داير داك الشعر صابغو واحد الدفع عنده طويل كالاليوس كيضرب الكره لاعب فوق برا لاعب الركبي هذاك كيضربها الفوق برا وحده كيخرج صدره وكيديري هذاك الفالو تيطلع مع داك التيراد جا عالي في سطح البحر اللي في جنوب افريقيا بالو كضربو تيطلع لفوق الجيري ربحو الباروكا بينالتي راجع غادي يطحنوهم غادخل بغريبو غادي يطحنوهم مسكين الجزائر ربح انتوما اش ربحتو اش ربحتو انتوما مضاربين عندكم جنرال ديال العدس رئيس ديالكم ولد قلاسة بوتفليقة كانت في وجدة ولد قلاسة حكم عليكم مغربية ولا دائرة ما عندكمش تبع المثقفين ما عندكمش السياسيين اللي يديروا رؤساء مغربي من وجدة غادي يدير رئيس ولد قلاسة كان عندهم الحمام غادي هو الجزائري ولد قلاسة الجزائري شفارة ديالكم ديال مارسي تبع المقحمة شفارة عايشين بالخونة الناس الرجالة راه داروا انقلاب ثم هذا القابع حكم عليكم الجنرال ديال العدس جنرال ديال اللوبيا دايرين اضراب الجزائر خارجين قال لك العدس غالي السكر ما كاينش الناس دايرين امك تيديروا على الحريه ثم دايرين اضراب على قبل العدس والله العظيم راه كاينه في يوتيوب العدس لا قال العدس شي فرق يدير عندكم البترول في راسكم الاخرى الناس عندهم البترول دايرين شوف عندكم بترول هاد القحاب وعايشين بالجوع كتجيو هاد القحاب المغرب تصوروا مع الدلاع والبشباش والبنان والبطيخ اقول ما يقال خوت كلهم الجزائريين كيشبهوا الرجالة غادي الباب زغبة عندها ديفا بحال ديال الحولي عمر كل شي امرأة جزائرية زوينة هاكا وردة عايشة في مصر هذيكو الجزائر ديال امك راه كتبيع البابوش هذيك وردة الجزائر يا سكيرية شكون اللي بغا يسمع هذيك دايرة سكرانة بتسد ياك جات المغرب طلعت الإذاعة سكرانة أكل بي لطيفة رأفت زوينة لطيفة رأفت شي الجبل كيدير والفورمة كيديرة بعدك سنانا دير امهم قاع مخزن قاع حليل وردة قاع سنانا كت سنانا قاع القارو وكاينة نعيمة سميح سيد محبيحة وكاينة سميرة سعيد وما عندكم وردة عندكم عندكم الشاب عندكم ولاد القحاب كلشي شباب شاب مامي ولاد القحاب المغنيين ديالكم كيغنيو في الكبار حنا راه تيطلعو في الشاو كوميديا الشاو نتوما ولاد القحاب كيغنيو في الكباريات فرنسا شاب مامي تيغني في كباري الاخر هذاك بلال قال لي انت طلع كران غادي في كباري القحاب وبرتي غادي في كباريات كان الجزائري طلعوا من الكباريات واش كاين ولا ما كايناش الخوت الله يهدا قدري اكل شي شاب مامي شاب خالد شاب بوتفليقه شاب الزهوانيه ما عندهم شي واحد مثقف ولا شي واحد قاري جزائريين عندهم واحد كان ذاك بوجدره عنده واحد الكتاب واحد البوكا الصوتي عندهمش كان عندهم محمد اراغون كان كيعيش في المغرب هذاك اللي كان تيقري السوربون راه مات كيدير دراسات ما عندهمش والجزائر 130 عام قال لك مات فيهم مليون شهيد الفيران هذا فيران باش تاخذوا الاستقلال مليون شهيد يموتوا ضاربين مع السنغال وهاد القحاب غدا راه كنا كنعتبر بطي ديال عيد كبير والله العظيم انا اخوانا تنهضر معاكم معقول ديك بقى كنا كنعتبر بطي ديك البطاطا راه هي دوره كاع ما حكينا مقدم
صحاب غدارة. الزائري والله ما تثق فيه، واخا يكون كيصلي وما هكذا. الغالبة راه جات واحد الفرقة ديال بلودية وهران لعب مع شباب محمدية بطولة الفرق الفائزة بالكأس، كاد واحد والله خويا انا جاب سمير اوتيل خدا شي ديال الليمون والبصلة والبطاطا اللعابة، جاب الكاروات يدو معاهم، ضربته شاب محمد 4-0 لعبة فراس روبير ترافا سيلا. شحال من واحد طابع بيلان راه طابع ياخذ الجنسية وكحيدش من الدوزيام، هذاك بوراس راه 16 طابع في الجنسية من المغرب. هاكو البايك هاكو.